أقر مجلس الوزراء عددا من الاشتراطات الجديدة المتعلقة بسوق الإيجار بهدف تعزيز الثقة في السوق وإيجاد المسكن المناسب، حيث شملت عدم الاعتراف بأي عقد غير مسجل في الشبكة الإلكترونية إيجار. كما ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تجديد عقد أي عامل غير سعودي أو إصدار تأشيرة عمل جديدة إلى بعد التأكد من وجود عقد إيجار مسجل على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك وتحديد المهن ذات الصلة. يذكر أن الاشتراطات جاءت بناء على ما رفعه وزير الإسكان للمجلس وما صدر أيضا من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المهندس محمد البطي، المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان. مهندس محمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. لعلي أبدأ معك بهذا القرار لمجلس الوزراء. أولا، ما الهدف من عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا يعني؟ أهلا بك أخي خالد وبالسادة مشاهدي قناة العربية. بداية جد الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على صدور مثل هذه الضوابط التي لها أثر كبير وإيجابي إن شاء الله في تنظيم قطاع الإيجار، حيث أن قطاع الإيجار يمثل حوالي نصف قطاع العقاري في المملكة. هذه الضوابط تأتي مكملة حقيقة لعدة قرارات سابقة مثل قرار 131 القاضي بإنشاء شبكة إيجار، والقرار 405 بإلزام المكاتب العقارية بتسجيل عقود الإيجار عن طريق الشبكة. طبعا قبل الحديث عن الهدف من هذا الضابط تحديدا، أن أعرج على الهدف من تنظيم قطاع الإيجار، حيث أن قطاع الإيجار يمثل نصف القطاع العقاري، ورؤية الوزارة هي تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، سواء لمن يسكنون في قطاع الإيجار أو يسكنون في قطاع التملك. عملت الوزارة على تنظيم هذا القطاع، عدة قرارات صدرت، آخرها هذا القرار شمل على عدة ضوابط، أولاها عدم اعتبار عقد الإيجار المسجل خارج الشبكة عقدا صحيحا، حيث أن حقيقة هناك نسبة كبيرة، نسبة القضايا المنظورة في المحاكم السعودية كبيرة جدا، تصل تقريبا إلى قرابة 20% من إجمالي القضايا. أكثر من 60-70% من إجمالي القضايا العقارية هي نزاعات إيجارية. طيب، كثير منها قد ينتج لعدم التأكد أو من صحة العملية التعاقدية بدءا. جيد مهندس محمد، وجود هذا الضابط نعم واضح. سريعا أرجوك إذا كان تريد أن تضيف شيئا قبل أن أنتقل إلى نقاط في هذا القرار. وجود هذا الضابط طبعا يقلل بحول الله من احتمال وجود الخلافات. طيب، حيث أنه سيتم التأكد من بيانات الأطراف قبل إتمام عملية التعاقد. جيد، القرار نص على تحديد المهن ذات الصلة. الآن ما المهن التي سيشترط على أصحابها وجود عقد مسجل في شبكة إيجار بالنسبة لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو حتى تجديدها؟ نعم، طبعا القرار وضح رخص العمل، وبذلك طبعا المهن العمالة المنزلية ستكون مستثنات حيث لا يوجد لها رخص عمل. باقي المهن سيكون هناك تنسيق مع وزارة العمل لتحديد هذا المهن. هذا الشرط سيكون إجباريا في حال تجديد الرخص لغير أو إصدار الرخص وتجديدها لغير السعوديين. لكن لم تحدد عملية حتى الآن هذه المهن ذات الصلة، ستكون المستثنات، سيتم التنسيق على المهن المستثنات والتي ستكون غالبا مهن محدودة جدا. البقية سيتم اشتراط وجود هذا الشرط في عملية في تجديد أو إصدار رخص العمل. الآن الشبكة هل تقبل توثيق عقود إيجار بين المالك والمستأجر مباشرة بدون وسيط عقاري؟ حاليا طبعا يجب أن يكون التوثيق عن طريق وسيط عقاري مؤهل ومدرب.
زي ما ذكرنا سابقا التأكد من ملكية وصحة بيانات الأطراف عملية مهمة جدا لتقليل النزاع. تدريب الوسطاء العقاريين شرط مهم للانضمام، لذلك سيكون إتمام عملية الإيجار عن طريق الوسيط العقاري وليس عن طريق الممالك مباشرة. نعم، حول ما أعلنته أيضا الوزارة في الأسبوع الماضي بشأن تسجيل منشآت الوساطة العقارية مهندس محمد في شبكة أيضا إيجار، الهدف من هذا التسجيل، وهل هذا التسجيل في البوابة الألكترونية يعد إلزاميا لكل مكاتب الوساطة العقارية؟ نعم، القرار 405 اللي صدر قبل عدة شهور ألزم جميع المكاتب العقارية بتسجيل عقود الإيجار عن طريق سواء السكنية أو التجارية عن طريق الشبكة، ومن يخالف تطبق بحقه اللائحة العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية. نحن أطلقنا قبل أسبوع تقريبا المرحلة الأولى بهدف تسجيل منشآت الوساطة العقارية، ونهيب حقيقة هناك عدد كبير تقدم وسجل، ونهيب بالمكاتب العقارية ومنشآت الوساطة بالتسجيل والالتزام بالشروط الواردة. عملية التسجيل سهلة وسلسة، وهناك متطلب بعد التسجيل اللي سيكون التدريب للوسطاء العقاريين. هناك تقريبا قرابة ثلاثة أشهر ستكون مهلة لتصحيح أوضاع المكاتب والتسجيل في بوابة إيجار. بعد ذلك سيكون تسجيل العقود إجباريا عن طريق الشبكة. شكرا جزيلا لك من الرياض المهندس محمد البطية المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الأسكان.